في تجمع طبي غير مسبوق في مدينة الأسكندرية انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لدار الذكورة ديزاك 2. حضر المؤتمر ده نخبة من أهم وأشهر أطباء الذكورة في العالم وتناول مناقشات الحقيقة كانت مثمرة جدا وأفكار متطورة جدا لأمراض وجراحات الذكورة وجراحات الدعامات. وكمان المؤتمر اتكلم عن أسباب العقم وتشخيصها ومشاكل أمراض الذكورة وأسبابها. إيه رأيكم نروح دلوقتي نشوف التقرير ده ونرجع مع بعض ونكمل باقي فقراتنا لليوم؟ فكرة دار الذكورة جت سنة 2013 بالظبط لما ابتدى يظهر مفهوم جديد في عالم الطب في علاج الضعف الجنسي بالتحديد اسمه البايو سايكو سوشيال موديل. وده مفهوم بيعتمد فكرته على ان مرض الضعف الجنسي او حتى تاخر الانجاب او كل الامراض المرتبطه بالذكوره ما ينفعش يعالجها تخصص واحد، وان هي عباره عن خليط من عوامل كتير جدا، عوامل بيولوجيه وعوامل نفسيه وعوامل اجتماعيه، وان احنا عشان نعالج المريض ده مظبوط لازم نعالج كل هذه النواحي. ومن هنا فكرنا ان يبقى في مكان في كل ما يخص الرجل، كل العيادات اللي ممكن تخدم الرجل، كل العيادات اللي ممكن تساعد في علاج الراجل بصورة سليمة. لأن أنا كدكتور ذكورة مهما عالج الراجل وسكره مش مظبوط مش هيتحسن. علشان نحصل على النتائج دي احنا محتاجين مراكز متخصصة جيدة، وده اللي انا شفته من دكتور أسامة ان هو بيعمل بروتوكولات علاجية بنصح ان كل الناس تحاول تمشي عليه عشان نحصل في الاخر على اعلى نسبة رضا للمريض. اي مشاكل بتنعكس على بنقول عليها الكواليتي اوف لايف او يعني كيفية الحياة العامة للرجل وانعكاسها عليه في أدائه وفي عمله وفي علاقته الأسرية والزوجية ومدى إنتاجه ونشاطه في المجتمع. المواضيع بتشمل حاجات كتيرة منها ما يخص الذكورة وما يخش فيها موضوع العلاقات الزوجية ويخش فيها العيوب الخلقية حتى ما يرتبط بالبدانة والتغذية، فمواضيع كتيرة كلها بتتجمع وتؤدي إلى مشاكل واحدة، ولكن عدة تخصصات بتناقش في نفس الوقت بتدي صورة أوضح وتعامل مع الحالة بشكل أفضل. حسن الحظ حاليا في بعض الطرق هي قد تكون تحت التجربة ولكنها آمنة، زي حقن هي اليورونيك أسيد أو الكولاجين، ونأمل أن في المستقبل إن شاء الله يكون في طرق أفضل وأكثر أمان. طبعا هاي المؤتمرات عادة تكون متخصصة في موضوع معين، والمؤتمر اليوم بيحكي عن موضوع دقيق وهو علاج الضعف الجنسي عند الذكور. طبعا احنا بنحكي عن العلاج بكل مراحله سواء العلاج الدوائي او الجراحي. هاي المؤتمرات بتجمع اطباء من مختلف انحاء العالم، اليوم كان عندنا اطباء من الدول العربيه وكمان اطباء من دول اجنبيه. كل طبيب بيحكي عن خبرته في علاج هاي المشكله، واحنا كاطباء نستفيد من بعض، نستفيد من خبرات بعض، وبنفس الوقت الحضور بيستفيدوا من خبراتنا. فاعتقد هذا الجميل في هاي المؤتمرات المتخصصه يعني.